السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقا وحالي هذا سياد علي وحاشرف وينياه ورنتي على سوكو بكرين إن المانتا حفلة دان مناسبة دان قالقا أن إنو دادهيو مناسبة دان رنتي مناسبة آدي آد وين وان كشرفينو كما موسينو كسو دوينينو ولالكين تنجيري أبوكر داهر عثمان ولكن يسوع أبوكر بالله تنشير أبوكر وحومة الصوماليات دولة الصوماليات كم تلا قرمة مدوبي وحنشعل على هاي ما دام أن هيدا السلامة واجب كوادني هاي إن كفرنا قرآن كريم كا وحنشعل على هنا سود ويو إلى سود ويسان شيخ معلن مصطفى علي سوى آيات القرآن نغفر مناسبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. شيخ مصطفى إلهي سبحانه وتعالى أشري حسن هذا كاسيو أننا إلهي نجي لكو قرآن كاسيو وأنفعه وحنشعل هنا هدنا السود ويو نسيو كلمة ذو كو حبون السود وين تي حشمدة سف تنجري أبوكر عثمان أبوكر داهر عثمان واحد لسه دويسان دكتور شيخ عبد الرحمن بشير داعوين أو صوماليات ورنتي أن احترام فربضانو هايو أو أه توبرة مركز تشعل إنو دي رجليو إن الانيارة دا تشعل نصوص عارهو قاميو يال تيالي ولا لسيح شمد لي لسه دويا دكتور عبد الرحمن بشير لما أنتي واحد نقول سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله العيال أنكم حاردة أن أجنى هي كجرنا إياك بيرني مجلس الأمني أرنت أنا وحاكي أنتي ولا قصو شقي وحكومة ولا قصو شقي لكن وح حقيقة جسي حكومة دائمك الجوكتة وأن لنا هي وأن ما سنتهين حسن الشيخ ومدحوينها رئيس الوزراء وحمسة هي سفير كل أو بكر حالنا هاي وهم بهسنتهين هول عروس وأدق إن أنظر فدرماتا أولي ديسمبر تصاص عطا أنك وسوق فريسن دونو ماشى لكن ما مولا يبود كقادم دونو ردونو وأنا قل الله هاي ودماتي ولا ديدة سوماليا هجاميني سيادة عدو شيك دران سوماليا هجاميني سوماليا سوماليا ما قاعدك بدون دوتا سوماليا 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 بحضر قف فكرة أنت بدن لبشي على قف فكرة بومبا قرحي يو على قف فكرة ويد ضاد دومينو قاجات عادي iyo waxa laga waxa laakiin ma tahay waxa laga fikiri doona baraykankii ingiriiskii faransiiskii shuruushkii chinese oo hor fadhiya oo bakara
arinta waxay noqon doontaa taariikh taas ku galeena taariikh badan way noo hadhay Abubakar Abubakar onku salaamay wuxuu soo dhawayney dadkan oo nada waaba Allah gaadi anaga aba marka insha Allah taala wax leenahay ma santahay jazaakumullahu khair dariiq isaga aanu si maranayna ani way taqaanaano waxaan ahay wadaad badan oo hadlo waliba critical badan ma qosla anigu magtay critical balalahay wala critical kala daaligo bacabsi waxa ma qabo waa ku garaaci laakiin xaqiiqadan waa inaan sheegno waxa kamida inaan ka ilaado walaalkay Abu Bakar waxa di gaarsiisa Xasan Sheekh waxa di gaarsiisa Hamza labada walaalba oo wad ma santi جزاكم الله خير وحفي عمد قبطين صومالي هنو لاتو صومالي هنو لاتو صومالي هنو لاتو عدوغ صومالي هجبو كو دونيا هذا هجبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبان وقوما هنقينا شيخ عبد الرحمن ولا ليال وحان تعلا هينا هذا الكأنو أنا هذا اللي يسوق بيو أنا هذا البدن هذلين وحان سيحو شمال لي كالقاع اللي يلسو دويسان سلطان محمود دعالي بسم الله الرحمن الرحيم مدن يالي مروين دمان ما تشرف تعاوه كان سكوت تمد دمان تين أفري طمك يبغول كان يكون سلامة يا سلام كبعدي وحان آدي آت كرامي وحشمت دمان تين نوع هنا نعاوي هل كان كسو دوينو هل يقرن أمد الصوماليات معنا وين وقف ليه shaqo badanna qaranka u qabtay ee Dinjire Abubakar Daahir Usmaan Abubakar Balle oo runahaantii waxyaabaha maanta wadanka ka dhacaya deyn baa la cafiyay een waxaan ku biirnay een suuqa East Africa een security council ki ayaan xibin ka helay behind the scene ninkii u dagaalamayay oo waxaan runaantii soo dhiciyay oo natiijadan wanaagsan keenay Allah karaameeyo waa safiirka oo runaantii umada Soomaaliyeed shaqo weyn u qabtay waxaan xusuustaa een markii wasiirka arrimaha dibadda loo yimid een saaxiibkay een ninkii la yiraado een ما أنا صاحبك هذيك لفت على الله عبدي أنا عبدي وهاب والمدبدن وده شقين إنها من كم يشوف حكشة ومدة صومالية وجود بيه وسير كرمها دبدة يدد كم يشوف شقين وش هاي ويرى أبوكر استاهل عثمان وهو استاهل بلد إن لسيو وكذا ما هذا علينا هي عرنتاس سيدا وناكسن ميديا هاد وجلسي لما أنت أنا وحنا لنا هو يستاهلا بلاد إن لسيو وهرية قرن أو سوها الجمي رونانتي تاريخ الصومالية إن رونانتي بلدها بكجل دونا إلى يد وإدمه ولا ليال رم سفير كوحنا ليا سفير أدي أدمان وفر حسن لما أنت أنا نجلس وقيب كشيت ويجي وقيمها بدنا أه ويجي حرية ده إن عاونا رونانتي من لا يمكن يتعي إن ود بلدك دونا كودي لوليو een waxyaabaha aad qabatay ayaan run ahaantii meel walba wadba kasta ayaan ka jeedinaa waa nasiib wanaag caawa haddaad nala joogtid dadkii guusha aan gaaray soo dhaliyaad ka mid tahay ku soo dhowow Minneapolis ku soo dhowow jaaliyadaadii waxaad hadeerna si xushmad leh ila soo dhaweysaan nabadoon Cabdulqaadir Nuur oo lagu naanayso Omo bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام كدب مركو ورئيس وحن مهدانو علينا رجع سواء جاسمي حفلة دان قروح ذو بدل له مرتقات كسفير كسمي أيام مركو ورا عن مهد علينا مرة بعد وحن مهد علينا وحن ما شاف لي وزير هوري حلبان هوري علماء الدين خيار نبضونو لليارو أقول يهنا iyo gabdha aad iyo aad u sharaf badan ayaa meesha fadhiya intaasna waa u mahad celinaya marka inta ka gudbo Abubakar Daahir Usmaan Abubakar Bal qof walba horta nine loss u leh hadda siyaad wuxuu yiri oo mooyiri Abubakar Bal la idii sheegay macnihiisa horta
بالا وحوايه جيت نلك السرور دير والليل هي بالا والنعاس ابيهنا وحال دي جره داهر ليرا لا دي جره بركا بوكر بالا بالا ماشي صورت كيما تاس واتاس صومالي نمدو حقل جيل وحل حقل جيل وح كنت لغلي كوين صومالي نمدو وحل قرقري وكوينتا ابوكر ماشي اتكتمد واتقان قبل كي صومالي ده مركي اوغو رئيس الدولة نمدو صومالي ده اي كالدالتي ايات كسو جدا هديس برسبعي حسن شقوكا قادا صومالي نمدو هكتاقين سيدا اي تاين وإلو شكتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحجلسو الويسان شيخ حسن دوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحان سؤال وين يا دنجرهن ورالك أبو كربال أبو كرم دير بان سنقانا صومال لماذا نسكو براني وناقا نسكو براني لا تنكسنا قدن بي شرك الدوان بان نسكو إيماني إني أنقو صومال ذا arme hada ka hadlayna ama Soomaali diaspora han noqoto ama dalkii han noqoto shirkii suu ka idinbay anoo New York dan u tagay boo ugu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaare Hamza Joogay waa nin qiimo badan Soomaali ah oday ah khiyaar ah wax garad ah qofku marka xil loo dhiibana taa wuxuu ahaan buu xilkuna noqdaa xilku wuxuu u ekaadaa qofku wuxuu markii hore u ekaa nin aad iyo aad akhlaaq iyo diin iyo odaynimo aan ku tuumeyno weeye أو كربلاء وحن لا ولا وان ما تشي سومالي وان ما تشي قول بعد أسوه يسي كرسيه عن رسمه هاي إن سوماليا أو سياسة ده يعود ده أنت لقت عن أجن هاي أي ما أنت فريسته عدي ربطه هكلا دارت قوشة أو كربلاء صوبه سكانك يعني أنت إن الله سعته ما قان وحن وآخرنا قرمد مدبنا وادا ونا قد يدها سوماليا سفي عن الأمة تلي سقو لبنا أن قاربنا وهايسن لاب وهايسن حفيز طبعا قف كشقيني سو بجد عنو هايسن لكن نفتي سي يدي جيسو هري سقي تيم كيسة سوماليا يوس ميشن إن نيويورك لبس ده قرب عنو لا كل مي وحوين بقبتين واحد نجا يستاهش بالله شرف واحد نجا يستاهش هليي إن تهاي أنا جوان أش شقي رئيس الوزراء حمزة سقو هرتي دفرديا شركو هلك نجو يمد أبو كربالة إنه مدعي هاي بالله شرف وزير فقنا وأشياء إنس on the record ودوبان تاي هادنا فرين تام فري حسن شيخ ملحوينا قرن كوحوية أبو كربالة إنت مقدش اللي قاعد اسمه إن بالله شرف للقدونسية إنت سو يستاهلا إنت أبو كربان كلاية كلمة دان شركة وقب حيو قدر دارن كيقا وحوية ولا ليال صومالي بانا صومالي ما إنا ديقضا من نما إذن ديقضا قرن نما إنا ديقضا وذا شربا إنا ديقا وحكستقو إنتا كسو هرشيدنا واتبر درو وشرف دع وحن لآن وضدن محمو وحا إنتا آن شاقي خلافسن صومالي وحي معنى كل هذا وأدون كمان تجراء ومعنى كل هذا تحالف استحالف سنية إنا نسقاسان بورسن نور قيمة بدن بان لنا ديقان وين بإلهي نقو أبور إنا نكلا قوقونو أو إسقوقوبنو أو إسلاينو waxaan ku arkaa facebook mararka qaar kood laba deero inta is dagaalay madax isku martay oo mid inta shabeel u yimid cunay oo laastay tii kirina wali nooshahay oo geesi isugu mariyeen ma arteen deerooyinka ma arteen maxaa ka aragtay 10 ka barateen hadan si deerooyinka noqono inagoo nool ba qaarkeen la cunaya inagoo nool oo qeelinayna lagu heenay gacmaha la inaga goosanaya waxaan markii idin kaga tagaya walaalayaal soomaalida iyo dadka soomaaliyeed muslimiin baana قرآنك أو دم وحنا فريا من نمو إلهي محوليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آيدا واتقانا لبا أمر باكوشرة أمرك ياك يكيمد الله إلهي محوليه حرق إلهي قبصد وكم يدوبع وأمر والأمر يقتدي بالوجوب أمر كنا واجب كان هذا وح إلهي أمره أما النبي أمره واجب نقنيا هذا نوح اللي ولا تفرقوا هكذا تجينا واسقمن كرتان واسخلاف كرتان هكذا تجينا وذا جركو يا صومالي نمدو وشرف يا قيمو وحن إذن در دارميا وذا جربا وحكمنا دل كاس دك حري أو مانت أنا جهو سيا أو دي جود أقوي صومالي نمدو أقوي ما حد وجود جواب يسأ إلهي هرتي سأ أو وياشني لقى صوب بلا بقرن جسد دي تبنات إلى أنت حر لماذا قادني إني رجي سيد مها عبد الحسن لسعودي أما كهر بحتى أحمد جري دل كا قروح دبنا الدفاعي
oo badaas loo yacdo ilaahay raas kanbooni inagu wareejiyay oo deegaanka gacanta inoo galiyay aakhiro ilaahay hortiisa markay maxkamad kula yimaadaan maxad ku jawaabaysaa oo yiraahdo ilaah waa u soo dhintay soomaalinimo iyo islaanimo iyo dadnimo iyo sharaf baan difaacay ilmahaygiina waa kuwaasa qof walba isweydii ilaahay hortiisa waxa ku jawaabi lahay waxaan idinkaga tagayaa xariga ilaahayna qabsada dantiinana garta isuna tanaasula وجزاكم الله خير مركل أبو كر أدم كوسلام يا سيدنا ومحسن تاي السلام عليكم وحن شعر هذا نينا دينسو دويسان عبد الناصر حرسي أحمد وها وكيل كارمها الصومالي دا أو أنا لف بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد يمرس الدحاد با وحن ذكو سلام يا سلام تشرفت بدن واجب كأه سلام كأه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا جمر وين وحكر الله ذكو سلام يا سلام سوما للنمو سلام جوب النمدون سلام أنا ذكو وضع أرخ أنا لف يقدومي هسا بروفيسور مادي وحن سؤال وين يا سفير كا سفير سؤال وين بلد بستاه شخصي رك بدن الشيء إن شاء الله دولة الصومالية نوعين قعنت كاسر تبلد داس أنا جانا تشاري هذا هني نقصينا ويه شقة أمد بالقبطي قف كستو حقبتاي نقصينه قف كستو أما وورلورد أما دبقودي أما خواريج أنا وعين نولد الروي إلى هم هيا يا أبها قول ولا كشلو وما ستين وحن شعله هي إن إلى السود ويسان فضيلة الشيخ أحمد رشيد شيخ حنفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين آدي آد وحوش ودوين هنا ولالك إنه سفير كأنه أبوك الدهر عثمان أبوك ربالو وحقاد السلام مع الدمر قال كان فرديو كدمانتين وشيرونتي يعني أنا مخد إيرانا شيرونتي يعني وحايدين شيء أوكالي هالشي نقول الله يا موسى وكو هر اشتاقي فرعون فرعون باو حجري ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل فرعون وحكفاني إنه سكري موسى وحكفاني إنه كدلي أو قبط أهاي لكن موسى وحيري بيا شيغي ساويرو ما تاسا غلط مرده ايغوميشتي دتي ايغوميشتي هلكاس سو سودا تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل موسى ووديدي ادونسي ووديدي اسلام كان ادونسي ما اوغلو ما حد اسلام كان واو حريه واسيستبو لا اله الا الله محمد رسول الله وحريه واحد وعلى حروب الشيطان اي وخل دبا سوده وحان له حروب الى حقيسه ساسو عمرو بن العاص وحجري ما تستعبتم الناس وقد ولدتم امهاتهم احرارا مركي ترتبي نينكي قبطي هاي ويلكي عمرو بن العاص او مصدر حكومه ودولتي سيدنا ابو بكر عمر واه او مركي ترتبي او لغا راي ويلكي عمر لغا راي ايو انتو كو كعي ويلكي مصري هاي او مسيحي هاي ايو غراعي مركاسو نينكي هلكا انتو كسو لغي ابي ايو عمر او يمت مركاسو عمر وحو او يير عمرو بن العاص أما دين لوغو ياري مركاسا ويل كان لا كان كي كان لأوي مركاسا عمر وحو يري قراع كان أنا وكو أركايو وكو قراعي أوي وحوري ما تستعبتم الناس وقد وردتم أمهاتهم أحرارا قورما داتك قوبسد نكس إلى هو يدز حرمي وقول لشيه ساسان أدين دي أو إسلام كي أدين دي إن استعمارك الهوسي ماذا أنا وحان أسوجي أنا ويليان إيه ولولي اللو دبال دقا إيه لحدي إلا بدي لحدي سد حدي عرب بقى يعني لما ترى نقطان هن همين كعيد بينه هاجرت هسيه وحلقة جرو دتك كعين هاي سلطان تم يرى تم عد قبل يسال دتك لما قشيه جري
halkaasii Soomaalnimada ayaa kor u qaaday ila Djibouti loo heeso ila RFD hororkii loo heeso ila xurriyada laga qaato soo u sheegay Sheikh Cabdiraxmaan calankii waa la taagay laakiin wili waxa laga xoroobay dhaqankii oo gaalada wili laga ma xoroobay sidoonta yaani insha Allah waxa xoroob doona haddana waxa la leeyahay Soomaaliya wixii ka dhacay dhaawici ka dhacay dib aan loogu noqonin oo madaxa dhaawac waa Soomaar hadii history of Europe aan akhrisid waxa la Soomaar waa ogtihiin xarbiga labaad waxa la Soomaar waa ogtihiin maanta meesha marayna waa ogtihiin anagana waa gaari doona wa tilka ayaamna daawal u haabina naas waa maalin mid qof baa loo dhiiba insha Allah ta'ala azza wa jalla haddii mid midnimad aan ka shaqeyno dawladdii dhisanba hore hore aan ugu wasno wixii qaradana aan ka saxna wixii kale dib hore oo sii wadana waan gaari doonaa insha Allah ta'ala azza wa jalla waxaan leeyahay safsaad safiir uu qarbal ee tiimkiisa tiimkiisa asagu wixii ka shaqeeyeen waxa weyn bay ka shaqeeyeen waan ku diirsanahay waan dhageysanahay waan jecelnahay waan ku farxanahay waa saabnaa sirta garto loo hadiyay marka waxa leenahay sidaas oo kale ayaan u baahanahay in Soomaaliya kor loogu qaado waana gaari doonaa inta wax kaga soo baxa shacabiga Soomaali ah shucuub badan baan aan la noolaadin dadkeena waxeelihi waxay umadaha kale leeyeen beeldayeen awalan Soomaali waa hal qoys waa hal family waa ninkarta la sheekaysan ninkarta la hadal waa arkaysa in hal mid inay yihiin ninka Soomaaliga waa nin xor u waayo Soomaali lama gobeesto waxa idin sheegaa 1993 aan heer Canada nahay Canada waxa ka dhacday digsi meesha la yiraahdo ayaa waxa ka dhacday ay baa magac loo bixiyay ay magaca Soomaalida ay ku kacday markaas Soomaalida ay dagaalantay waa 1993 markaa wadanka soo galay waa gabar Soomaali ah wixii ku tiri Canada wixii ku tiri waa stolen country shalay baa imaad aniga maanta imaanay waxas wax dhig karaan balaha nin India xasu soo xariir wuxuu yiri seer baan dhig jirnaa Soomaali baan xoreysay buu yiri seer baa Soomaali baan xoreysay shacabiga Soomaali waa sidaas waay shacabiga Soomaali waa shacab xor u ah islaamka markaa wadanka la soo galay aniga dadkan waxa wadankan waxaan soo gnaatay eedad ba kala diimid dadka carabta Pakistanta Turkishka Indianka muslimiinta xijaabka ka soo jireen ilaa wixii gaartay gabar Soomaali oo xijaabkeeda wadato mulk xamis bakila arkayna xijaabka la wada qaatay wala socotiin islaamka maanta waxa ku baahiyay dhulkan Soomaali waay north of north america iyo canada iyo canada europe ama Soomaali islaamka baabese hadii shakhsiyaal qawiya Soomaaliya ayaa dad badan ay dhibeysa shashayha oo dhiba iyo kuwa shashayha la shaqeysto waa laga xoroobaa xurnimada sidaas baa shuruudta yaani marba inaa warkay ku sii dheeraad waqti waa ciriiri wayaan ugu dambeys waxa dhaha ustaad Saad Safiir waan soo dhawaheena waan la shaqeynayna waana jecelnaha ilaahay in maxaa karjeen inuu khaatib noo suubiyo oo wadankeen oo aan aragno lagu wada noqdo xor inaan aragno walaalay waxaad la soo dhaweysaan gabadh aqoonyahanada oo ka mid ah gabdhaha jaaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota haldoorka u ah waxaad la soo dhaweysaan shukri Haaji Gamgam Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa qadarin iyo xishmad iyo maamus noo ah in aanu maanta idin la wadaagno madashan madalka qurux badan oo la isugu iman lahaa ma jirto waa madal Soomaalinimo iyo maaragtay wadaninimo ku salaysan aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaynaa walaalkeen Abubakar Baale oo mas'uuliyaddii uu qaaday si qurux badan oo Soomaalinimo ku jirto u haya una hawlgeliyay waxaan se doonayaa inaan inteena kale ku booriyo waynu jecelnahay Soomaalinimada oo waynaga hambalyeynayna bogaadinayna laakiin waa inaan ogaano Soomaalinimadu qof qurqaas kuma aha kulligeen waa mas'uuliyadina saaran nin waliba guri buu ka yimo household buu yahay ubadka iyo dumarka iyo ehelka iyo deriska intaba lagu hanuuniyo Soomaalinimada tafaraaraqa dadkeena iyo kala taga ay Soomaalisii kala fogaaneysay gacan shisheeyo fara badan soo gashay waxaa ka mas'uula guryaha aynu ka nimaadno baynaan culays badan saarin macdada dadka furtay ee caruurteena waxbarayaana Soomaalinimo barimaayaan oo ugu horeeya afka Soomaaliga ah inaynu ubadkeena ku barbaarino marka waxaan idinku boorinayaa in anigu soo istaagay walaalkay Abubakar Abubakar Baale hawshiisii uu hayaa si aad u qurux badan oo bogaadin leh oo uu wada inteena kalena inaynu xil gaaraysi saarno Soomaalinimadu waa muqaddas aynu Soomaalinimada si fiican
ومال مارينا مدن 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 أبو بكر صديق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله وسوق بيا وندرم يا وقتي قرنتين عري هاي وحنسوقنا إنه ما بس تقول نور ربه. أولا نروح نقوم هالعين يا أبو كربالة رنتي شغلة وقبتي. نظرا لك لي هذا أنت قصر لكن هوش وقبت مركز المركز نقط اللي بعده سمعنا وحيه. رنتي آدي آد بوهانك هلك إنه جوا وأنا رنتي يعني من المذاح أقصو بعد شقيس وحصلها هاي. ما أنت أبو بكر بالة شقيس وقصو بعد. أدي أدب معزية، وحاولت أن بيها هذا نمك إثيوبيا كأو درس كنا أو هذا هو سومالي، إن ما أنت إليهن سومالي وانقلينا وانقفسنا هنا، وحنقولنا خصب، أما وحنقولنا أوغلانشو أما هذين نودنا وانقفسنا هنا وطنك، ودكتهم برنامج كذا جريدة سومالية أو مريكان كبرامج ما بلونه هنتي أدب من كعصون دنا كله ومغلة توتان شرر بلام بقبلنا يقدي عن كجرو، إن برنامج كأن كلا دجالنا. ووحي عن قبل كرنا الله كاشر لنا سفير كلفتيسة يا باصدر كان عصب وهذا باصدر عصب هذا منطقة إن شاء الله واشنطن دي سي إن أن كعنو والأكثر فيشرس كان الله هذا الله وحلق هذا كرمها إن ودن حرقة وليقان 1960 قاتل حرمة قاتل وصومالي أنت يتهلوغي إن ليراهو قيب باكا قودة قيب كتن حرية سيناي أنا قد تكريه مسين إن أنا مورن دورود تكريه ودورود مضح بنان ما أنا أورا عن فروة متقن وبنع بناي يتوبي حق وملا إنا ودن كنا ما أنت رنتي أنت إنا ما أنت سو دم عضه أو تراها وحنا ربنا ودن كنا قيف خفصنا وحلاقنا حوا رنتي وحكل وحلاقنا حا تذكر ماركو إنا ما أنت ليراها يعني إنغو سو هدورضي أنا أو أنت دورضان هيسنا هذانا ما أنت ودن كي وكل قيف سيني وأرن رنتي وباهن إنا رنتي كفى إذا سنا شقده وقفت أبو بكر عباله إنا جنا قف قصدين عيسو قفصده وودن كأن الله قلنا إن ما أنت دورض فدرال كدورض ما لين هاي أنقص الله صفنا يدر راعنا هل سيما صومالي ومدعة وإنها لا إن شاء الله سبحانه وتعالى رنتي وحن كلا أوران رن لهاي رنتي أو أباهن إن رنتي مركز توقعنا ورالك شغط وقفتي صوماليا ويسعوتها ملفع بكو سعوتها ترتيب وسعونا إن شاء الله وحرجينا أبو بكر عبالة رنتي إنو صوماليا مانتا يعني هذا بوس كان هلاي وبوس أدقوا وحيا بجانا جبضا بأي مدونة وعلاف رسالي مريكن كي وعلاف رسالي إنجريس كي دوردا وهوينا إن مركز أرمها الصومالي أرمها مسلمين تي أرمها أي مطور مركز الصومالي كقاعدة موقف كذا كقاعدة أمبريل أوران صومالي يوحي أوفو تيس أرم كي أوران كذا أرمها متقدمتك وأن صاحبتنا هي متقدمة مسلمين تي إن شاء الله آذي آد بروس دورنا وحلينا آد بعض ما سنتي سفير إن شاء الله شغفنا أن بقى إله سبحانه وكل كل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هدنا إلى السودويسان وسيركي هوري وزير الدولة هوري وزارة أرمها دبتة بروفيسور حميد ماشي مدن السياد آديات بان غمان نغيا دمان با مرت الشرف قال كان جوكتنا آديات باني سلامية قفول با وحنكو سلامية مقام كيسة أمباستور كان آديات بانو سلامية أمبا أمالين ما يوينو شرحات با هي هي مدن أو بكر كنتي إن وحويان حلك أو هيو إيا السيدة وغسو بحي قفول با وحاو قبتي وحا مسؤول كا يعني وحنو جيدا إن قف والبا وحو قبته ولا أركا وحويان أو بكر إن أمباستوركا وحيله إنه قبته يكال أنت إنه وجرته سدع العدو موقتها وحويان صومالي ودفاعي أنت كرتيدي ساهيد كنتينا وقتي أذق أو صومالي أبا هنت هاي قف دفاع أيو كسو بأقمي وقت كان مركا أرونا هنتي حلكا سدع شرفت لو قصو بحي قد جين بوان ما نقينا مركو قوار رئيسا ملكستون صومالي جوغنو صومالي واحد تراهذا لما هورو قف هول قلا أما ده قبر هول قشبا سيدة قيد هلوين باع لغو سهرتا ما انتو حويان مدنة أبو بكر صفيركا ملكستون صومالي جوغتو ملكستون كنو ريهين كنتي سيدة شرف قلو حلكي سو قصو بحي ويقوم هاد نقيان قد جينا إنو كنا مر لباد ونقوم هاد نقينا تلبادو حوية إمكاني ودي جدان ده هنقفوين بان هاي هو يدي مقالة المنيابلس بجوكتها وحن إني قشتك يا صوبتي وحوية انتا اي نوريد وردنبا مقدش جبوتي ويكون نوريد إتوبيا ويكون نوريد حمر من دير بيكون نوريد دقال دي بكتي من دي إن وحيد عردن ويوكتهي إيا صومالي سيدي حريد وقصو دقال انتي وحيد عردن ويلا سعوتها مال انتي اي مقشي إتوبيا قادنا يسبب دي كنتي ويويدي وحي تيري ما إتوبيا انكي انقرنا اي أدل كأني قاتي أن قرنا يمركان يرى إلى ما أنت ذا أن حسوسته أيام كنا أدل كأني نصور دكتور فنتي أدو قراءتي
way de wixii xurriyadii bay garanaysaa calankii bay joogtay koor wixii dhamay wada garanaysaa marka waxa weeye umadii Soomaaliyeed ee aakhiri jirtay iyo inta noolba ee deemaanta daaba gidigood ba wixii nagu dhawaa way xasuustaan inkastoo marka hadalka soo gaabinaayo waxa weeye in anigu farintan farayo oo aan u sheegayo dadka reer Awdal State jooga ama qof kasto xurriyada Soomaali raba aan u sheegayo waxa weeye in saaxiib wanaagsan oo mutaallima oo muwaadina oo ni fadhiyo jumcad quruma ka dhaxaysa in marka uma baahnidin ma inaad wax u sheegtaan waayo oo uu garanayaabana isagii baana muwaadina Soomaaliyeeda mutaallinteedina leh in wadiyadeedina leh in moogtahay marka isku haleeya waana isku haleyn kartaan in aaminana in hana moodina moogtahay awna halka dad inni joogin meeshii ugu sarreysay maanta ee amniga ayuu joogaa in hawshiisiina waad aragteen iyo siduu uga soo baxay xilkiisii marka ummadda Soomaalida oo dhan waxaan leeyahay mar labaad aan u maad noqono safiirka aad iyo aad ugu mahadsan wasiirku si noogu soo gaabiyay haddana waxaan jeclahay inaad ila soo dhoweysaan gudoomiye Faarax Mire bismillaah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ikhtiyaarta golaha fadhida qoladii soo qaban qaabisay xafladan marti sharafta dhammaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaynu caawa halka unimi soo dhoweynta walaalkeen horta dadka qaarna waxayna abubakar qaarna waxayna abuukar qaar kalena ii kar iyagoo hoos kale aan maqlay marka kulli marka waqooyiga fog waa abubakar gobolada dhexe waa abuukar ii karna waa wixii shabeelada hoose iyo koonfur loo gaadho marka intaas waa kaftan ilaahay baa mahad leh ilaahay caawa halka isugu keenkeenay inoo suurto geliyey walaalkeen abuukar baan anugu odhanayaa abuukar daahir cosmaan abuukar taariikhdiisi waa laga hadlay waxqabadkiisi waa laga hadlay runtii waa geesi ninku hadduu ku dhiirraday inuu xaqa sheego waa geesi waa aqoonyahan waa nin golayaasha fagaarayaasha aan ka gaban danaha iyo mustaqbalka iyo xaqa Soomaalideed inaanu ka gaban runtii dadku maanta waa wada waa yaarag ama waa madax kacirow ama waa maankacirow ama waa majinkacirow oo waa qurba joogta waxaynu maanta ognahay taariikhdii kashmiir baynu ognahay oo akhrinay tii balastine baynu ognahay oo akhrinay goortay bilaabantay isay ku bilaabantay ta kurdistan ama kurdiska lixda wadan u qaybsan baynu akhrinay ama ognahay mid walbaba dhibaatadaas boqortooyooyin iyo shakhsiyaad hoosta iska arkay biyo hoostood iska arkay baa mustaqbalkii caruurtooda iyo ummadooda iyo jiritaankoodii baabiyey maantana waynu ognahay ummadahaasi waxay ku sugan yihiin waxaa khatara inagu inaynu wax ku dhacno daminkii ay ku dhaceen dadkaas oo aynan ka faa'iidaysan taariikhda aynu akhrinay ama goobjooga u ahayn Itoobiya iyadaa dal inaga haysatay inay inaga gabataabay ahayd iyadaa dad iyo dal inaga haysatay oo si dulmiya ku haysatay iyo xoog inay maanta tiraahdo badii baan ku darsanayaa waa ayaan daro kala qoqobnaanteenna iyo midnimo la-aanteenna iyo cadowgeeniyo inoo taliyey baa u suurto geliyey inay maanta ina damaacido kulligeen waxaynu nahay ambaashitooro soomaaliya qof walba meeshaa joogta xil iska saar halgan aynu dalkeenii maqnaana ku raadsanayno inta aynu haysana ku difaacayno aan ka shaqayno wax kastoo dhexdeenna aan aynu iska ilowno sidaa labadaa deera haddii kale libaax inu cunaya inagoo geesaha iskula jirna aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u wareegaynaa dhinaca haweenka lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed tiirka koowaad aan ku taagannahay waa gabdhaheenna waxaad hadda ila soo dhoweysaan gabadh Soomaaliyeed oo siyaasiyad ah gobolkana u tartantay xilal kala sarsareeya waxaad ila soo dhoweysaan Farxiye Khaliif Farxiye waxaa iyaduna ay isa soo raaceen oo runtii ajendahana noogu jirta marwa Soomaaliyeed oo iyaduna ganacsada ah markasta u dooda danaha ummadeena
iyadoo ahna leaderska community-ga kamid ah marka farxiye markay hadasho waxa ku xig doona Aamina Deeble marka gabdhuhu saas isugu xig doonaan waana murti waa wax fiican waqti badanna way noo safe gareynayaan xogaa waa leeniga reer magaalsiga hadda ragnaay waa mahadsan tahay siyad assalamu alaykum aadan u faraxsanahay ma aragtay inaan maanta ka soo qayb galo short notice kan markaan maqlay inuu iimaanaayo safiirkeena Abuukar Baale wallahi saf meel aan u socday waa soo kala jiray horan ka imid yes Abuukar Baale shaqadu haayo waa shaqo muhiim ah waxaan kula kulmay United Nations ka ma aragtay dagaalka aan noogu haysid United Nations 11 aadan kugu mahadcelineyna walaalayaal Soomaaliya waxa ka jira waad ogtihiin marka aad heesana qof oo ma aragtay noo codeynaayo ama noo ah ma aragtay noo fadhiyo siiba haddana aan yeelana cod aan ku yeelanayn labada sano soo socota Security Council aad ay aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaan Abuukar Baale shaqadu soo qabtay shaqadu haayo shaqadu qaban doono wax normal ima ahan markay noqoto humanitarian fight markay noqoto abniga siiba ani hadda as wakiilka galmudug waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan aanu ka faa'iideysanayo shaqada ma aragtay madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh iyo madaxweynaha galmudug Axmed Kaari Qorqor ay ka shaqeeyaan shaqada xoog lehed oo dhinac markay noqoto Al-Shabaab iyo ma aragtay abniga wadankeena hadaan heesano ma aragtay fursad aan ku wada shaqeyno aan u dagaalano Soomaalinimadii kulligeenana aan xasuusno inaan nahay ma aragtay hal wadan calankan quruxda badan aan wada wadaagno siiba maanta aan ku wada joogno jaaliyadaha dhan aad ayaan ayakan ugu mahadcelinayaa hadda Soomaaliya waxaan leenahay 5 regional of ma aragtay hadaan ka soo jeedno dhinac walba and I'm sure some of you guys are aan maanta halkan joogtaan marka walaalkay kaligiis wax ma qaban karo Abuukar hadaan anaka la shaqeynin ma aragtay shaqada uu ka haayo New York hadaan anaka waqti gelinin aanan visit gareynin New York ma aragtay ay arkaan federal government ee Mareykanka in uu heesto ma aragtay constituents oo Soomaali ah oo degan United States of America ma ahan kaliya Minnesota waa wax ma aragtay aan u baahanahay anaka dhan inaan habeen walbo iyo maalin walbo aan ma aragtay waqtigeena gelino seen ula qabanaa shaqada Abuukar uu soo hayay uu haayo oona si hayn doono insha Allah walaalkay Abuukar waxaan ku leeyahay welcome back to Minnesota Abuukar waa isnaqaana shaqadu hayna waan ognahay United Nations kana ma aragtay waa meesha codkeena kaliya laga maqli karo haday noqoto hadda waxaan la kulmay 2 weeks ago waxaan joogay Washington DC General CQ Brown waa military ninka ugu sareeya iyo oo kale waxaan la joognay agriculture secretary wuxuuna balan qaaday 1 billion in lagu invest gareynayo Africa 900 million out of that 1 billion waxaa la siin doonaa meelaha ugu dhibka badan ee taas ka mid tahayna Soomaaliya marka waan inaan la shaqeyno walaalkeena safiirkeena soo dhawow mar labaad Soomaaliya 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 goon Soomaaliya Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan umaleey farxiyeena adiga wax dhameystay hadalkii oran marka hore waxaan rabaa halkan inaan dadka jooga ee mirta magaalada ah ku salaamo salaanta islaanka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh qof kasta oo mamsamka oo halka ku fadhiyo wasiiro xilibaano culimo wax garad gabdhaha Soomaaliyeed ee aad u quruxsan marka hore waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ambassadorkayga Abuukar Baale waa aniga qana runtii aqoon fiican u leeyahay magaalada Muqdisho oo wiiftadu ay dadka disho waqtigii farmaajo uu yimid boo magaalada Muqdisho wuxuu ahaa ninka kaliya ee ma aragtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo aan ka bartay inuu yahay nin Soomaali ah dadka dhibaatadoodana hoos u fiiriya marka ammaantiisa mar hore bilaabatay waxaan ku leeyahay soo dhawow meeshaans raxmarka maxayna minankaaga waayay marka Soomaalinimada halagu adkaado marka halagu adkaado Soomaalinimada waa idin wada hambalyeynayaa waa aad iyo aad u mahadsan tihiin ilaa qeyr hadan siiyo Soomaalinimada wax ku noqonayna Soomaalinimada oo idinku adkaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad la soo dhaweysaan Dr. Cabdisalaam Aadam oo ah maamulaha iskuulka
East African Magnet School Sambol. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد الله بامهل إن وافجي كل كان قيمها يقايها له بالنتن بركيسن ومالين وين هم بلي أمد الصومالي الملك ستيد جوكتو سلام يا بوغادي مال إنسو قدبينيا بالحوينة الصومالية حسن شيخ محمود يا رئيس وزاري هيسا حمزة يا وزارة يا دكتور كشقين سوعلين تي نولين تو مدة سوام المدرسة جوجان به هم بليان إذا لنا هم أنت كبعد ولا ليال أمبassador أبوكر داهر عثمان ونر مريكا أنا مرك أنا جا وحنا نوتة هاي دكتور كنا مريكا كدجن شرف قال يا نوتة هاي مرك وجوج أوهايو ولي بو هالجمن جري وكشقين جلسي سومالي ومدايسن وحروق لأسر لابن الهيد وحان حسوس تا شرر عن شيكاغو عنو هذه جريه دولة تركيا مركي أي برايم مينستر أردوغان وصوماليا بوغضي وزير كاشان ديك أي وزير كارمه دي بدأ يقلما إنو لي يلن جري وصيب بسلين هي ومدى صوماليا دي ظروف هذا وشرح جري بركو حكو توسا يسا ماش أي عرقتدا دير يمد نمضا يدران كصوماليا دي كجرة أي تاسي موجنا يسا أنقونا مرخاتبان كنهي همبالي صفير تكله ان اسوغو اوهايو كولومبس دغن كاونتي غوشقيه دقاله في عن هيستا نبت غليا هيستا ايو دورتي انو دلكيسي او اديغو ارنت مسؤوليته وامانه الى سبحانه وتعالى قفك مركي لو ديبن يهو منصب انو هذا قف قويه وامينه قف حوق لا كارتيلا جسنيم قربدان با شغا او ددكا iyo amaanana lagu haleen karo marka amaanadii loo diibay Abu Bakar Baale inuu ka soo baxay caawa dad badan oo muslimiin halkan joogay ka marqaati kaceen marka taana waa sharaf iyo qadarin oo mutaystay walaalayaal wadankaaga inaad jeclaatay wadannimadu waa islaamka shay aasaasi ah hubbu watan min al-iiman qofku wadankiisa jeclaado iimaankiisa ayaa kamid tahay marka fiiriyo martabada nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu makkah ka haajiray oo madiina aaday wuxuu fiiriyay madiina makkah dib u fiiriyay markaas uu hadeena dadkaagu iga saari lahayn oo dibi geysan lahayn makkah waligaa maana ka baxin ta markaa wuxuu ku tusaysaa qiimaha uu leeyahay qofku yaani meesha uu ka soo jeedo asalkiisa anaga markaa dadkeena halkan joogana si gaar ah arintaas noo taabanaysa jiritaanka qofka isku kalsoonidiisa sharaftiisa xurmadiisa ayaa ku xiran Soomaaliya hadeena istaagin inaguna ma istaagin dad ma noqonayno dadka nagu deriska halkan nama ixtiraamayaan arurteenu meel ay ku faanaan oo ay fasax u aadaan kuwa yaani ay halkan joogan iyo kuwa laga yaabo inay dhulka ku laabtaan intaba waa inay helaan meel ay tirsadaan oo magac iyo sharaf iyo quruux iyo taariikhda Soomaaliyeed aan soo celinno afka Soomaalinaga inaynu xoojino iskuulada hadaan ku xarajeenayna inay jaatarada iyo iskuulada ardayda Soomaalidu ay joogan iyagana in luqadda Soomaaliyeed la xoojiyo waxa asaasan ay noqoto waruurteena caruur afkoodi hooyo ku faanay noqdaan wabillahi tawfiiq wa salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaatuh oo waqtiga soo gaabineyna waxaan jeclahay hadana inaan soo dhawayna soo dhawaysaan gudoomiyaha rugta ganacsiga Karmeel engineer Maxamuud Umar Ciise oo isaguna halkan laba kulmad ka oran doona oo lagu naanay soo engineer Xiray salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan aad u salaamayaa dhammaan ikhtiyaarta halkan isugu timi waxaan si gaar ah ugu sii salaamayaa siyaad oo kaligiis xafladan soo qaban gaabiyay oo arintan isugu keenkeenay waxaan leeyahay siyaad cali aad iyo aad u mahadsan tahay xafladan lagu maamuusay danjireena qaaliga oo ah muwaadinka kaliya aan u maleynayo Soomaalnimadiisa ay cad tahay sidii uu u noqday ambassadorka ama danjiraha United Nationska Abu Bakar Daahir Uthman Abu Bakar Baale waxaan dhilaa walaalkiis ku soo dhawow qalbi furan iyo wadannimada Soomaalida oo jacaylkan ku qabno oo aan tahay min muwaadin oo ana aan umaleynayo qof kula mid ah inuu san jirin Soomaalida oo danjiriyalkii Soomaaliya soo maray taariikhda UN ta oo awliba xilli adag oo ay Soomaaliya tahay mid Itoobiya iyo damacyo badan oo Soomaaliya jiraan armadna u jeexin jeexin taas oo ay keentay inaad noqoto halyeey Soomaaliyeed oo ku xusan taariikhda ayna ku qori doonto insha Allah taala taariikhda Soomaaliyeed iyo
دورك أبقى قاضتي هل جنك سومالي ما أنت ماشي ومريه وما تنتي وحنش على هذا أنا دلست رويسان حلبان سمكاب حسين إن ما أنت عاو هل كان وحياتها هي فرحت إن أنا هل كان كلا السوق يبقلو إن دنجرها قرمة المدوبي أوفرية سومالية إن أبوك راني وحام برتي دورسنا كهر وحانو كبرتي إن وزير محمد وضا الشقين وانينا نسيحن وانينا سومالي لماذا آدي آدي قوي انتهي ما أنت دم وحادي سن بلاد شرف هلا سيو لكن أنا وحادي لا تعالى هلا ديس تعالى هلا ديس محايا لي سومالي وليت كمهن وينين ماشو غارسيه وشخصي ان ادو اقانو هري همين شقي ايميل ذاك شقيناي ولي بجد ير كو شقيناي تاسني ودن كستاو وحا ديسا دادكيدا ديسا دادكيدا ديسا قرب جوغانا ديستا ودن كان اركيسان قرب جوغا ديستا سيفل وور كون بقول ايو كونتن ايو سغال سنو باكسو وريكتي ودن كان مركي هايستين سيفل وور سحن او دبا او صومالي اسكو ديلن ويسكو ديلن ميد كي داوعي ولا كلا جرنوي لكن انتي اسكو اما دين اي دهن ورمحان او دنا الدون كان ميل كستو لجوغو وحا مهيمة ان وحلا كلا قرط شرعي تستورية او كلا دنبين او ويلكي حقوق دي سينايو او قبدي حقوق دي سينايسو او قبل كستاب قبل كستاب حقوق دي سيناي تاس كونستيتوشن كي بي قورتن سوماليا وها كقلدن وح قورتان لان بارلمان كودا مهي وحو قوري لاي انت اسكو ايمادا ييغا متلا سوماليا صديق با حوغا كتوراي عاو صاحبكي ورنا قيانا او رادو جعلهي لكن وحيغتاي ديرغلين يين اي بولشده الصوماليه لو اديغو وحول بو خو كبلاودا بارلمانك شرعي دجنتو وحو كيمادا بارلمانك اسبدلك وحو كيمادا بارلمانك علنكا مينيسوتا اركيسان مخو ويغي الصومالي علن ويغي سوما انفلونس ان كيرن ان او فرصت اي ادي ادو وين علن ان لبدلين بقول اي كونتني سغال سنه ايا تاريخ ديال الصومالي كقيب غشو خل دمانا او انفلونس كو ياشتي او واخ كبدش او واخنا لغا ويديي او غوانكين لسو كردغان دينا كان ايا قروح بدن ما داما او ويغ يهي ودن كيني سوماليات ان غوبل كان مينيسوتا اودا كوليدين من نيمو ودجر سومالي وحال ريجي ودجر بي غعما واخ كو غويان سوما انغا اد نوغو دوراتين نوغو سو سارتين وقت با نغليسين مال با نغليسين لكن انغا واني شقينايو شرف يعسد يوحقبشو أياد كل هذه قبل كمان الصوت. سيد الله سعطان جامعة دي وحنا كده نفري. عرورتنا سيد وحبرتان. مركافير إنه برسنتج كوحبرش هذا عرورتنا آدي آدي وليتان. لكن وحنا تسالق لني. سيدتنا كون قف كهدو إن كيرك سوبيو إنه جامعة دا جامعة ده وين وفري كوادو. دكتورنا كل غلط دوره. وحا آدي آد إن أبو كربالا وانين جيرا وانين صوماليا إن وحا سلايه هوا ملحوينها مستقبل كصوماليا سو صعدو ماشا سي كدو داي صوماليا من مضيضة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا انشعلا هدنا إن لسو دويسان علي عيسى أو أدو دقرانا إسان كان ميدا وقامياش بلشدين إسلام رحان تانا كا مسؤولين تا وو وين حفيسكا حلبان إلهان عمر فلان إلى شروية. فما سنت سياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي وكعور دارنا يا لبس كيجا. وكتر شما يا وقت كان كتشرنو. يو هوش هذا وهذا عن قعنا كله كتشرنو. لكن واحد كبر خسنو أي. إن عن فرصة وهاله. إن عن وحكش يا جو عم وحكير هذا. تاريخ ذا قروح ذا بدن. iyo dadaalkii iyo kartidii iyo dadnimadii uu Abuu Bakar ka muujiyay New York
isagii timkiisaba aad bay sharafno ugu ahayd iyo magac iyo maamuus een waxaan ka dareemi kartaa ani siyaad waa horan inaan MC noqono ka dalacnay marka hadda diyaar baan inaan Abuukar u noqono laakiin een mar hadii siyaad oo xafiiska ugu weyn gobolka een influence ku leh oo madaxdeeda ku jira een elected official la ahaan jiray oo barnaamijkaaga xiriirinaayo dad miin ismaana gaar ah oo halka ku fadhida een waxaan salaaniyo hambaliyey taaniyad kaaga wada xilbanaanta oo xilbanaanta Ilhan Umar runtii say u faraxday maalinkii news ku soo baxay iyo intii ka horeeyso shaqada socotay hoos anuu ogeyn een lama soo koobi karo een dadaalkaas iyo sharafkaas iyo meeqaamkan waxa sababay hoggaankaaga oo aad ku dhabar adeegtay oo aad la timid siyaasad degan een Soomaalinimo ah een shaqo adag ah guushaasna Soomaaliya oo dhan iyo magaceeda u keentay marka annagu hadda guusho kula raad gareeyayna laakiin si ka sheelaawa ayaan kuugu qanacsanahay kuugu faraxsanahay thank you very much for everything you have done for the community waxaanu ku jirnaa gabagabadii iyo gunaanadkii waxaad walaalayaal haddana ila soo dhaweeyaan nin kamid isaguna haldoorka bulshadeena een kana mid ah dadka ay saaxiib ka dhow yihiin een Tanjire Abuukar Baale waxaad la soo dhaweeyaan Abdulwahab Yusuf inuu isaguna halkan ka yiraahdo ma kalmo Bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ana horta hadalka ma ku fiicini mikrofoonka waxa soo anacbahay wana wan ka jecelay markii meesha la fadhiyey mark waa botayn kara laakiin mikrofoonka markii la idiyo waa gariidaa ha wax dhawaaga dhumaayaan ninka aanu ka geenayo calaaginayo kalmiyo oo marti expert ah ee siyaadiyo بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن شرف ويني أه أو صاحب كي وحي يصير الكاب قلاص بهي هذا لكن أنا واحد يرى ما عليك يا شقاط غرنك فرنتي أو أسكا جوك واي أبو بكر وحان صبرنا أبو بكر 1986 أبو بكر وحن نوغو يمد هرقيسة يصغو أه tirada coordinatorka tirada dadka iyo dunida Soomaaliya goboladaas uu gooyay madax ka ah ayuu noogu yimid Hargeysa runtii waa soo dhaweeyney laakiin wuxuu watay saxiixa maartay Xuseen kumli afarx buu watay marka lama hor istaagi karo Xuseen kumli afarx saxiixa madaxweyne ku xigeenka koowaad ama kalabaad yaa istaagi hor istaagi kara marka ana waa ku qasbanayna inaan u khidmeyno waa soo dhaweeyney waa u khidmaynay meeshaas aan isku baranay muddo uu joogay runtii wax badan oo soo marnay waxaan kaloo aan isku tiim ahayn yacnaha ma ka maqlan meelahan ma aqaan ma laga baqaya tiimkii taya tiim farmaajo wax sheegay ma maqal asiga laftiisa uu ka gabalay u maleynay barkeey dowlad cusub ku jiraa meesha hadda waxaan maqlay waagi damaan waa ka xalaaqay magac kale la bixeen oo maxay wax magaci kale muxuu ahaa nabad iyo nolol iyo waxa aniga ma anagu tan yatiin maana dhig jiray gobolada dhan iyo wadamada dhan iyo Europe iyo America ayaa ka campaign gareen jirnay Minnesota wuxuu noogu yimid 4-5 times uu noogu yimid halkaan kaga dhawaaqay madaxweynenimada Minnesota kaga dhawaaqay waxaan xasuustaa xisqisayar baa idinka sheekeynaya oo aadan dadku wada ogeyn farmaajo isagoo jooga London wuxuu soo waxay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan announcement sameeyo inaan madaxweyne ordo marka ka waran hadaan anoo London jooga aan meeshan aan ka anoo sugnayn saxay London adiga London ma degantahay saw waxaan sugnayn sa London marka wuxuu yiri nin meeshan ayaa helaya ilaa 200 qof oo itimaad laakiin Buffalo degan yahay Buffalo ma helayo 200 qof Soomaali ma helayo habad oo haye ka waran baayri yaan war taariikh waa banka bishii karo wuxuu yiri i hope inuu xitaa daawan doono ma ahay wuxuu yiri inuu rarkayga dugano ma rabo inaan tago war xiyaalati waa in lagu timareey ma yiri rarkayga degan emir soo ta ka waran 200 qof ma helisa 200 qof afa ruuxa ila 2000 iyo ka badan baan ku helinaa ceeb waaye London ka aanu soo gareyni adoo min reer Mareykan adoo Mareykan ambassador ah martay madaxweynaha ordaya adaro imaam waxaan ku yiri halkaan ka amarta
إلهي وحو قدري 5000 مركي دادكو قارئين الحرية البابك 5000 ماشي على أقبرني ماشي وكانو سكري مركا بكر محان صلى الله وحوها تشيف ستافكي وغوري أبو دولدي مارتي أنا وطيان لها يا المرد لها يو بقى عن كلمة أقارنه أو يو تشيف ستافو كسو نغضي وحو كسو نغضي محلي هذا أقاسي مها قود موها تشيف ستافكو كون هذا هو السمر أو أنا هذا لكن مركز ما تصفير كلا قالي تضع بس رح تصفير يهاي أنا أما أنت أكل شيء يسين يكبر ما بوها لكن تمعنا ما سمعنا سعود اللي قول السام تيجي أما أنا وصل قناة صاحب كوا بيرسونال فرين وا هاي هاي ما هل كان مال ولا بوا ودي جوني لكن أما أنت سي كبر أنا وحياة بدل إذا نوين بس أنا وقتي حتى نسيو العود ما ودي كلام مركز سولو صاحب ويلكم من صوتك سولو كل صار نغنغو وكنت على هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنت على هاي وحن سو قرني كيف جبدي ما سو قرني مناسبة ولا ليال سيدا شرفت على دمانتي نوسو قريب كشيء مناسبة قالي قاه وأنا ذي كم هذا قيا وحن هل كان وكيل كجا هاي سنة تركينا عن صوت ورني شعلنا هاي سينير يو اس سنتر ايمي كولو بشار وحان حلانا هاي لبا كوفيدود كوفيد دي هورو حاي تيان امسي غينو غوها تانينا وحاوية واي اميدان كوم التاليو سنتر ايمي كولو بشار ومدد دير آنو اها شغالي دا كمدها هادنا انا هاي سينير ارفايسر اوتريش داركتر نانكا حفيزك سنتر ايمي كولو بشار سنتر ايمي كولو بشار وحي حشمد وينو هاي سا تنشيري أبوكر طاهر عثمان أبوكر بالله كلن بيشين فرحت كل أنت هاي شلي يا سفكرت أنت كذب وحن ربع هدية غالية وأن هراء أنت أنا نقول هاي أمبارستور سومالي الله سينين تاريخ أنت أنا هاي هذا إذا كوكتين نواي شيء كرتان وحن هدية غالية هل كقوة وحيت هاي وحن هلكم كوكو تونسين يا علنك ذلك مراكنك هدية وسو اللي بتاي سنة ريمي كل بشر علنكني وكدوني هاي على ماذا كله وحلي هاي سيرتيفيكيت وحلي هاي تاريخ جارة هدية أنا دين دول مرة تاريخ دولي هاي علنك أنا أركيسان وحكاك بابا ضاي أقل كسنة كا أما كونغرس كمراكنك iyada oo lagu maamusayo li ajli tanjire Abubakar Tahir Osman wa taariikhan horow dhicin laakiin uu mutaystay walaalkay waan u hambalyeynayaa ilaahay maartay akuu daro misanka xasanadka wixii adduunka Soomaalidu qabatay dadka kalena ee ummada kalena madaxda Mareykanka ka mid yihiin saasi kugu mahadnaqayaan waxaan idin akhriyayaa shahaadada calanka leeyahay شهاد وحيلة هاي The Flag of United States of America Certificate of Authenticity. This is to certify that the combined flag was flown over the United States of America of the United States Capital. وحاو كلاو كلاو تا شهادة كلاو يدنا كل من United States of America This is to certify that the accompanying flag flown over the United States Capitol honoring Ambassador Abubakar Tahir Osman. Senator Amy Klobuchar ba waxay codsatay in calankani uu ka babado Kongreska Mareykanka iyadoo lagu maamuusayo lagu sharfayo lagu xusayo walaalkeen danjire Abubakar Tahir Osman. Sheikh Xushmad la waxaan rabaa walaale inaad hal mar isoo istaagtid hadiyadda naga gudoontid kadibna kursiga ku noqotid waxaan jecelahay hadda guntiga ganaadkii baa la soo gaaray waxa ku xiga
abaalmarintan abaalmarin kale oo weyn oo mug weyn oo ka timi dadka Soomaaliyeed dadkiina halka sharafta leh iyo dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo dhamaan Soomaalida ku nool gobol dalka Mareykanka oo isku duuban ayaa iyaguna waxay gudoonsiin doonaan laakiin waxaan jecelahay intaanu soo kicin ha waxay gudoonsiin doonaan een shahaado sharaf aad iyo aad weyn marka waxaan jeclaan lahaa een sidii haddeer oo kale inu mar labaad soo istaago representative Hussein Abdulsamakab Hussein een wasiir Warfa wasiir Xamud Maasheye een Sultan Nabadon Abdul Qadir Nur dhammaan shuuriye waxaan jeclahay tooxu waxaan jeclahay fadlan inaad soo istaagtaan waxaan rabaa inaad soo istaagtid Abukar Cabdisalaam soo istaag Abdulwahab soo istaag Yaasiin soo istaag wasiir Yaasiin soo istaag waxaa u dhiibi doona xildhibaan Samakaab Xuseen ayaa gudoonsiin doona qolyaha saxaafadda bliis si fiican xushmad leh waad ku mahadsantihiin u qaada sawirka waxaynu dhammaanteen ka wakiilnahay ummadda Soomaaliyeed Mareykanka ku nool wasiirka caafimaadka galmudug wasiir Yaasiin oo ahaa wasiir ku soo dhowow mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أمباشي تركا أمباشي تر أبوك رضاهر دمان مسؤولين تا قفكستا منصب كيسا يو ميقام كأوكوفة ديال كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أودين إن أمبرت كولك الصحو قفل بميقام كيسا أنصاري كارين ما كعضر دارنا يا طبعا انا غره من ساتانها دلك مغالان كو كوراي بان كميدها مغالان هاي سكول او كبخاي روزفيل هاي سكول كبخاي جامعه يونيفرسيتي اوف مرساتان فيرست ديجري كا قاتاي سكند ديجري جامعه يونيفرسيتي اوف مرساتان كا قاتاي ان بدا وا اسنقانا دتكان دتكي وحان اها اكتيفيست سومااليد او دقدقاق جيري 2013 كي ما وحا اي سو بخدي لبا ميد ina waddanka Soomaaliya la dhaho aanan ka sixi karin mikrofoon iyo artikal la qoro iyo idaacad laga hadlo ama waddankaas aan waddankaas aan joogno ku barwaaqaysano kuna basan dhinac ka raacno ama waddankaas aan ku noqono oo riskiga khatarta u bareerno oo hadaan wax ku korni karaa ku kordhino 2013 waddanka ka noqday sanadkii 2019 baa i dhamaan rabo aan Soomaaliya inta joogay meel aanad tagin oo Soomaaliya kamid ah waa meel ay haystaan nimanka dhibka badan inta kale waa tagay 18 gobol Soomaaliya 18 kamid ah waa tagaa maleenahay Abukar waa dadkaas la shaqeyn jiray marka hadda Cabdiwahab uu sheegayo leeyahay tayo iyo markii dambo iyo agaasimaha madaxtooyada noqday iyo chief staffkiya waa isla shaqeyn jiray intii ka hor baxataa markuu jikaaka iyo jooga jiray inta hadaan uga soo tago Abukar wuu mahadsan yahay sadar muqda sadaalka dhan anigu waxaan joogay Minnesota anaga Cabdisalaam iyo way joogaan dad badan siyaad iyo anagoo ka baqana calanka Soomaaliya United Nations ka laga duubo 10 sano kadib hadii dowlad la'aan aan waddanku ahaado shirki carto markuu socday Ilaahay waxaan ka bari jiray inuu shirka guuleysto san calanka Soomaaliya looga duuban UN waayo waddanka 10 sano hadduu dowlad la'aan ahaado Qatar buu ahaa in calanka laga remove gareeyo inta laga remove gareeyo laga qaado aan dhaho naxdintaas baan ugu jiray dadkii Jamaal iyo way wada joogaan waaga jaamacada marka dhigeenay dadka arintaas oo la yaan ku han jiray maantana waxaan nahay waddankaas safaaradiisa sharafta leeyihiin international community xoogaas kula alxamdulillah inaan anagoo nool nool aanan noqon stateless aanan noqon macdalka aan khatarti ugu badnayd Soomaaliya intan joogay 10 sano iyo 12 sano sector ka saafnaad baan ka shaqeeyay arimo gudaha ka shaqeeyay doorashan ka shaqeeyay dib u heshiisiin baan ka shaqeeyay dhinac kasto ay tahay sector kasta waan ka soo shaqeeyay ilaa hadda ugu dambeeyay ahaa wasiirka caafimaadka galmudug aan soo noqday waxaan ku gabagabeynayaa
ummaduhu danta dalkooda waxay ka difaacaan dabadaha ummado badan baa dantooda UN ta wadanka Mareykanka interestiga ama danta ummadaha ay ka soo jeedaan iyo dalkooda ka difaaca aniguna kuwaasaan ka midnahay reer Minnesota arintaas taariikh baa ku leenahay istoor baa ku leenahay waana ku mahadsanahay waana ku mahadsantihiin waana shaqo noo taalay Soomaaliyana insha Allah dib u noqon mayso way sii socon doontaa wayna soo hagaagi doontaa abu mar labaadna ambaasadorkana uu mahadinayaa ambaasador anuu reer Minnesota ahay dareenka reer Minnesota la qaba Minnesota ku soo dhowow safiirkeena baa tahay arrimaha kale Cabdiwahaab iyo ku saadaalinayaan wishiida best waxaan jeclahay wasiir Sadiq Qurfa inuu halkan yimaado oo inoogu soo dhaweeyo safiirka بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي كلن كان كلن خير قبل الله نوغدق إلهي من نمدين هاد كيو والله يلو حجعنا الله إنان محضن إلهي أسكاله إنا هالمر قعمها سوق بأنه دماء دكسو شقي إن ولالك سياد علي وشقو وين نوغبت سياد آد بأما سنتا إلهي هكو شرفو سياد ولالك muddo dheer ayaan aqaan anu maanta waxaan leeyahay inaan walaalkay inaan dhigi karo waa mentorkayga oo aan rabo haddii qof walba oo Soomaaliye maanta maash halkaan fadhiya iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo meel walba ka daawan doonto barnaamijkan haddii rabtid wax la yiraahdo adeeg qaran maamuskeeda qof markuu shaqo wanaagsan umad u qabto ummadu ay tiraahdo waa mahadsan tahay tusaale wanaagsan waxa uu ah saaxiibkay walaalkay ambassador Abukar Daahir Usmaan Abukar Balle Abukar ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu hoosh qaran loo sii hayo inuu sii wado waxaan rabaa anuu hadda maanta wax badan baad daashin ku darimaayo waxaan u dabaal degaynaa lixdan fursadaan kala waxaan ku darayaa kaliya in ilaahay meelaha colaadaha ka jira dalkeena hadeen noqon lahayd gobolada gobolka mudug iyo gobolka galgaduud iyo meelaha kale ee Soomaaliya ka jirta dadka walaalaha in ilaahay nabad dhaxdigo ay ilaahay ka codsanayaa waxaan ku diirnay codkiiga anoo codkiina ku hadlaa jaal Soomaali qurux badan reer Minnesota in dadka Soomaaliyeed ilaahay nabad dhaxdigo ilaahay nabad dhaxdigo intaas ka bacdi waxaan halkaan u joognaa laba ujeedo lahayd ujeeddu waxay ahayd inaan maamusna shakhsi qaali nagu ah qaranka Soomaali u soo adeegay wanaag iyo tilmaamo Cabdirasaaq Sheikh Cabdirasaaq Prime Minister Cabdirasaaq Xaji Xuseen ilaahay uu xariistay labadii kelmad aan ka ahayd hufnaan iyo karti hadii ummad qofka uu shaqadiina karti u leeyahay hufnaan leeyahay horumar ayaa la gaaraya Soomaalidu anuu maanta reer Jowhar iska dhigaya maadaama ninkii aan walaalkii kursigan ka bedelay aanu xariistay Cabdirmaan Xoog Jibriil oo Jowhar ka yimid aan rabay inaan halkaan taan ka xasuusano ayaa reer Jowhar ku waxay dhahaan adduunyo Jowhar ka joog aakhirana janna ka joog marka reer Jowhar waxaan leeyahay salaam fiican aan ka gaarsiinay halkaan waan jecelnahay reer Jowhar walaalkay Abukar Daahir Usmaan waxa uu ku dhashay magaalada Mahadaay ayuu ku dhashay dugsigiisa hoose iyo dugsiga hoose dhexe gobolka Shabeellada dhexe ayuu ku soo qaatay waxa uu leeyahay courier dheer oo ayuu leeyahay waxa uu mataqaan nasiib u helay in uu scholarship ka helo dalka Mareykanka halkaasna uu jaamacad uu aado jaamacadda Illinois State University oo shahaadada koowaad oo BA-da uu ka soo qaatay Illinois State University isagoo ku jirta dal jaceel isagoo ku jirto ayuu dalkii Soomaali dib ugu noqday ambassador Abukar Daahir Usmaan markuu dalkii uu ku noqday ayuu halkaas wuxuu ka bilaabay shaqo ka helay wasaaradda qorsheynta wa hadda walaalkii Cabdiwahaab markaan uu ka hadlay isagoo magaalada Hargeysa ugu tagay markii uu halkaas ka soo shaqeeyay muddo kadib ayuu haddana wuxuu nasiib u yeeshay isagoo dalka qaranka u shaqeynaya ayuu 1988-dii ayuu dib scholarship ugu helay Mareykanka halkaas uu masterkiisa koowaad uu ka soo qaatay jaamacadda University of Wisconsin Milwaukee uu shahaadadiisa labaad ee masterka uu halkaas ka qaatay marka ambassadorka kadib markuu Mareykanka halkaas ka qaatay kadib magaalada Ohio Columbus Ohio
شقوين ووين وكاونيجا كسرية وشقوين في عنا والله يقانو كوريين كلها أيوها هالكاس أيو مدير كسر شقي وها أسرت كشي إن دلك دلك مركي علماء سومالي كونسيرن أو علماء سومالي كسابسون إنه كها نشخص أرض في فرعون أو مر بكود دال جري من نمط سومالي مر إن عقد كويستكتو وهاي نسيبوا يا وكنا غضي إنه كون سجال بقول إيوه أما لابد يكون يتوانكي إن مركب برام مينستر محمد عبد الله فرماجو ومركب برام مينستر كها وحفيز كيسي وكان نقضي برمن حفيز كان نقضي برمن السكرتيري معناها قف قصر حفيز كان الوزارة وكان نقضي هالكاس أيو مركب دول حكومة دي ومدح برام مينستر ومركب دم نقضوا أنا مدحين محمد عبد الله فرماجو أمبارشر أبو كربالة أبو كردار اسمه مر بدل جعل كيسة كما ونس التجين مركب دول دو واس بدلان شخصياتكو واس بدلا لكن قرن نمضي دول مد وهرتا وحصلت كشيء إنه هادنا وجاسمها جود وزارة ده أرمها جودها هي أمنية ومركا إسكوجري وكان نقضه جاسمها جود وزارة ده أرمها جودها هي أمنية وكان نقضه جاسمها جود وعمش الدور دي ماذا كده قضوي أمباشة تور أبو كردار عثمان كذب وحاول نصيبه يشي إن لصو مجعابه وما أنت إلا هادنا يهي دنجرها سومالي أفردية قرمي ذو مذوبي وأن هالك عند مانتين أن كمخراتي كان هاي شقوين كهون أكسن ينسيب كومر بولي هاي من نمر الصومالي سيود ووتاعين هاي ودل كامينس ودفاع عليهم هدي شخصي وناقبته ومر الصومالي ده حلو جع عليه هاي إن قف كاس دهان وما حسنته وحيسين استا شرف وين شخص كاس أن مانت كهلي وأنيق يدمان بشر الصومالية أن يرادوا كل يهال كان كده عودون تقفل بدوني نقارن كسمال أشقي وتصالوا ونقن دونه وجعلنا لها دارة ذلك عين هو ذلك عين هو كهل مامن ومر بوك حسوا قفل بن أوجيها وحوقبته وجعلنا لها إن تصالك في عن مانت أو نول إنه نوي هاي أبو كرداهر عثمان وحنجعلنا لها شرف قارة إيتها أنا أمهد علناي إنه هالك أنا كسر دويه ولا الكي أبو كر دنجري أبو كر داهر عثمان سوري ولكي وحنكروا هلماني هالك مسكتن وحاو شهادي سي ماستر كا أو MBA دي لبعض وكقعت فرانكلين يونيفرسيتي تعالوا مره هلماني كرتوا زنانكي ولكي سوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد runti emotional anahay oo ma filaynin waxa waye waa arimaha meesha looga dhawaajiyay hata wixii aan sheegi lahaa waxa haday galay martaqana markaa intii hadashay horta aad uma hasantihiin laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego in waxa siisan credit far badan oo runti aan isleeyahay wax dadka badan oo mudan jiro horta anigu rud ahaantii أبتغي نوافر ديها ماشا مركا رون أهانتي أنا وحن أمين سنة هاي أنا سياسي مئي وحن أمين سنة إنا سياسي أهين وأنا هاي تكنوكرات civil servant تاريخ دي تهدد ديب أغو نقضو أنا شاقا وحن بلعبي مركا دوكسيك سارك بحي وأن شاقا دا قرنك أن كسو دميستي مغالو قروح بضان اللي إدري أو اللي إرادة عضالي وكنت على قبل كشاب الله ديحان شاقا دا قرنك دون ذاك تكلوا ما يستطيع عذل أن معلن كها مركان كسر نقضي هدي ودنا كوا أكتين وقت جاس شوي صار له هاد قفكة مركو دوس السرقة بحه أمينا شقي ستيت أمينا أديت محلير هذا جامعات والعقل أنا مركو ما دام أقول نم أنكو سكري أو هوي أد نوس ودد أشي وحن قصتي إن إذا أبتياشة إليهن وحلاوة ماله وحن قصتي إن شقيه سان هويه walaalihi iga yar yaraa aan u taageero qorsheyntan shaqo ka bilaabay markaan shaqada bilaabay sanadkan bilaabay dad badan oo meesha fadhiyo hadda inay dhashan uma maleenahay waxaan shaqo bilaabay 1978 waxaan nasiib u yeeshay marka waxaan rabaa meesha aan ka imaanayo iyo sida u shaqeynayo waxaan rabaa inaan isku xiro iyo xaq oo igu leeyahay wadanka igu leeyahay qorsheynta laygu qoray anoo mushaar qaadanaya subaxii aan galabtiina waxaan dhigan jirnay Institute of Statistics and Applied Economics marka dadkii da'deeda ah iyo
waxay garan karaan ma qofka secondary ka baxo waxa lagu qaadan jiray grade la dhaho B10 mushaarkana wuxuu ahaa 400 shilling markaas lacag runtii aad u fiican oo lagu noolaan karo ahayd hooyo johor deganeedan soo raray aan xamar keenay masruuf aan ugu filnaa 400 aan qaadanayna aad ay noogu filneyd labada sano oo institute-ka aan dhiganayo markaan dhameeyay waxaana la siiyey dalacaad oo ah waxaan noqonay B7 mushaarka almost waxaan noqday double sideetan iyo koodii ayaa waxaa haddana an opportunity u helay in America la ii soo diro oo aan soo aado jaamacad scholarship ah marka qiso yara idinkugu dhexdara allah u naxariistay hooyada iyo aniga na dhexmartay hooyan ana maadaama aan iskuulkii mishinkii maraykanka dhigan jiray marka waxay ahayd maraykanka inkastoo ku guuleysan inay nagaalayaan xogaa waxay naga dhigan confused iyo americana aaday noo jeclaysiiyeen marka america la aadaa la yidhi hooya waxaan ku yidhi aniga inaan soo noqonayo ma u malaynayo dad badanoo classmates aan ahayn waa soo baxeen marka hooya waxay ugu tiri haddaadan soo noqonaynin dowladda u sheeg mushaarkooda ha goostaano ma raba lacag xaraan inaan cuno marka arrintu waa itaabatay maadaama hooyo agoonnimo nagu soo korisay ballanaan ka qaaday inaan kusoo noqdo sidaasaan soomaali ugu noqday markaan noqday aan isbaranay maxaa la yidhaahdaa august aan ku noqday 1986 mayan qalin jibiyey augustan soomaali ku noqday septemberna waxaa la ii diray coordinator of census of population and housing of the northern regions cabdiwahaab markaa ugu tegay waa meesha asagana markaas soo maraykan kasoo noqday oo sarkaal ah marka waxaan ka wadaa waxbarashadii hoose dhexe iyo dugsi sare waxaan kusoo dhigtay bilaash institute-kii aan dhiganayo bilaash uu ahaa dalacaadaan ka helay mushaaraan ka qaadanayay 4 sano inta aan joogay hooyaday mushaarkayga qaadanaysa haddana 2 sano markaan joogay oon shaqeeyey haddana waxaa laygu soo celiyey scholarship kalaan soo helay waxaan imid Milwaukee University of Wisconsin Milwaukee anoo ku tala jiran inaan noqdo 1990 markaan qalin jibiyey hadduu ogtiin wixii waddanka ka dhacay marka waa iska qaadanaa amaanta iyo laakiin aniga waxaan ahay qof civil servant ah oo intaasoo xaq ay ugu leedahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bcause waxaan wax ku bartay waa canshuurta dadka masaakiinta islaamanka suuqa caanaha keenaya canshuurta laga qaaday aan wax kusoo bartay wax ku noqday waxaanan aaminsanahay intaan noolahay intaan shaqo qaban karo inaan qabto ta kaleento waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo aniga keligay ma ihi mishinka aan joogo dhallinyara ila joogto dhallinyara ila joogto haddaan ila shaqayn lahayn oo shaqada xooggeedan ayaga ay qaban lahayn aniga waxaan ahay keliya inaan manage gareeyo tiam ahaan dadka aan isku hayo marka credit goes to the team ila joogo new york igala shaqeeyo waxaa kaloon rabaa inaan idinla socodsiiyo go-aamada aan qaadano iyo khudbooyinka aan akhriyo khudbada markaan draafta garayno waxaan u diraa aniga wasaaradda waxaan u diraa wasiirka wasiirkana wuxuu la sheergareeyaa prime ministerka iyo madaxweynaha wax aanan okay kasoo helin meesha kama sheego marka waxay wax noqona wax walba aniga aan sameeyo safaaradaas aan joogo khudbadaan akhriyo iyo go-aankaan qaadano kulli waxay noqonaysaa wax policy dowladeed ah marka waxaa creditka waxaa iska leh dowladda oo runtii mataqaanaa na siisay flexibility marka qaarkoodna la weydiiyo why ah waxaan u sameynaysiin then we have to explain saan nala tahay haddii la yiraahda ka joogana waa ka joognaa haddii kaleentana inta badan waa okay nala siiya oo la yiraahda hore u socda marka ta kaleento waxaan aniga maadaama aan technocrat iska ahay oo civil servant ahay markaan meesha tegay bilooyinka ugu horreeya dhan waxaan ku mashquulsanaa feelashii meesha yaalay safiiradii iga horreeyey howlihii ay qabteen runtii waxyaabaha cajiibka waxaa horta meesha waxaa tegi jiray the cream of the crop a lageyn jiray safaaradaas new york dadka qaarkood sida cabdiraxiin caabi faarax kimiko cabdullaahi saciid maxaa la yidhahdaa qeybe dad badan oo meesha soo maray kulli waxaan dad jaamiciyiin oo jaamacada ka baxay oo masters degree qaarkood ay haystaan qaar experience badan ay leeyihin laakiin qofka runtii aada iiga yaabiyey oo aad iiga yaabay shaqada u qabtay waxa waa ninkii allah u dhaxariistay ra-iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen.
رئيس وزارة عبد الرزاق حاج حسين أنا وحقيقو مقالة وحليري إلا فسر كشنات ميا ما قانو إسكوال وقبي لكن الشقضة أقبت هذا أركتت مركا حد وحب إيسوا بحذيبه إن فلسفة شهادة قيمة بذن ممالي شهادة وحكا مهم سنة قفك إنو دادنما ليا قرق أكو سوكري سيد الله سوكري iyo in qabka iyo waxa ku jirto wadanimada ku jirto am more important ka am marka qaar kood inaad shahaado haysatid shahaado qiimo weyn ku kornaysa ma marka anoo ka taas ka qaadanayo Cabdirxiin Cabi Faarax iyo hoosh ay soo qabteen wali waxaan aad u fiiriyay Cabdirxiin Cabi Faarax markii noogu horeeyay oo aan galno oo noogu dambeeyay security council ka aan galno waxay ahayd 1971 1972 فعل كان سفعا أفيري محقق بتاع عبد الرحيم عبي فارح يتيم كلا جوج مركز ويابي سا وحابه مهم كهذا يجي يابي وحكاية فرتم تشاينا مركز لوسو درا يونايتد نيشن سوماليا وحكاية تشير بريزيدنت كهاد سكوريتي كونسل تشاينا فدرا بيبلز ريبوبليك اوف تشاينا يو ان كو حلوسو درا 1971 كهر وحكو جرو جرتي تايوان تشاينا بوسكا or United Nations which is China Kumajirin. The second thing or a very critical of Hawaii, Wuhan lead Garenini, Lavadisona Mesha Kujurni, Wahla Doho and anti-colonial committee. What the Mabadan or Africana, Awahai had the Aval Ogahai and Somalia, Hurima the Ekatin, mid the Kalento or Muhim Katuhead, Mark Uhuresi, or UN Security Council, Shir. كويلاتو قارد أفريكا وحقي عبد الرحيم عبي فارح وحنا شير جريناي شركة واحد شير جريناي عمر عرتقالب ومركز وزير الخارجية شركة واحد لوقبته OAU ولا دي جرماش عاد AU اللي هذا OAU أديساوا for the first time مركز الشركة اللي قبتنا هذانا يونان سكوريتي كونسل ممبرز كشان إيطابانكي هذانا واحد لك يعني حمر الدولة الصومالية كلها شرين مركز أريمه هاسوح إنجليين بيرجلين application aan buuxinay process kan marnay waxaan ku guuleysanay horta tijaabo fiican aan sameeyney oo waxaaba aan ku guuleysanay waxa kamid ahaa Jaj Abdul Qawi oo runtii nin aan la heli karin markay noqoto aqoon iyo dadnimo akhlaaq wadaninimo aan la heli karin election kiis aan waxaan ka qaadanay qayb libaax markaa ku guuleysanay taas waxaan gelisay rajo waxaan apply gareeyna hadana inaan noqono vice president of the UN General Assembly golaha guud ee jamciida qurmaha ka dhaxayso ayadana ku guuleysanay 2020 to 2021 hadana encouragement kale aan tahay gashay waxaan apply gareeyay United Nations Human Rights Council oo Geneva xarunteeda ay tahay wa soo galnay mar labaad hadana apply gareeyay hadda sanadkan aan dhamaaneysa taas waxaabaas markaan sameeyno aan arkay ku guuleysanay markii Soomaalida dadka anaga een waxaan waa sheekeyr inaan idin sheego anaga dib isku hayna ma adduunka karaan waxa noo haya respect oo noo haya wadamada inta wadano idhahayso ma waa maasantiin marka xurimada qaadin adigaana la soo shaqeysay ma maleen kareysid China een maxalliyada afrikaan farabadan een meel walba anaga waxaan leeyahay thank you markaan meesha joognay marka een markaan koob tagay meesha waxaan nin oday ah oo UN ku shaqeyn jiray UNDP sagaal wadan ka soo noqday head of UNDP oo Dr. Ahmed Botan Bakar oo hadda u soo guuray ee magaalada Minnesota u soo guuray ameesha jooga oo aha advisor safaarada ka ah laakin ilaa 2004 ki ilaa marka aniga aan tagay 2017 ki advisor ka ah ameesha jooga marka prof ka nin weyn waaye waana ninki wax qorsheyn la dhahay sameeyay 1962 Soomaali markuu ku soo noqday xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdirazaq lagu qoray he created department of planning wax planning la dhaho ninki sameeyay marka anoo meeshaas ka duulay waxaan weydiiyay who is our friends int marka wuxuu yiri ma inaan ku mujaamaleeyo rabtaa masruun bar rabtaa markaas aan ku yiri runta ii sheeg wuxuu we have no friends Somali's friends is only Somali's anagana wili waa fahmi la aan wada ee waxaan ku jiraa shaqeynana marka wuxuu yiri everybody wants to tell you inuu saaxib ka yahay laakiin dan gaar ka leeyihiin dantooda wataan waxaanu ku leeyahay aniga kaligay saaxib la noqo qof kale hala saaxibad marka adiga waxa laga rabaa wiiri sidaad u ma taqaanaa ugu dhax socon lahayd adoo qofna isku darin
marka wixii itaabtay waxay ahayd actually Somalis friends are only Somalis Somalidana wali ma fahamsano in Somali Somali u baahan tahay in qisay yar kale intaan idin sheega oo aan mar aan shir Arab League oo ka dhacay magaalada Damam I think 2018 kina ahaydan jaclahay oo madaxweynayaasha iyo boqorada wadamada Carabta meesha isku imaanayeen ee safiiradii Carabta u joogay New York oo dhan la yiri meesha ay imaadaan oo arin xogaa development iyo wax laga wada hadlayay anoo banaanka fadhiyo oo madaxweynaha isugu yimid markaas farmaajo madaxweyne ahaa meesha qasriga uu deganaa banaanka fadhiyo oo waxa yimid wasiirka arrimaha dibadda markaas hadda state minister waa oo loo Cadel Jubeer waasiin raba madaxweyne inuu arko markaa iska sheekaysanay markaa kalmad is oo dhaafsanay oo wuxuu yiri adiga you have american accent america ma joogi jirta markaa ani accent weyn inaan qabaan buu maleeynaa moqta markaa waxaan ku yiri haa america wax ka bartay laakiin anoo nin weyn aan tahay asaga accent male markaa qiso ii sheegay wuxuu yiri in markaa soo koray oo elementary and middle school aan dhiganahay ee high school ka xilliga kulaylaha xagaaga oo kulaylaha Saudiga kululaato oo July iyo August iyo September aabahay wuxuu na geyn jiray Soomaaliya wadan very peaceful oo dhahay diyaaradda markaa ka degno baawur meesha taksiga ka qaadanayna u dhahay taksiga wuxuu na geynayay Jannaale beer aan ku lahayn oo yiri Jannaale markaas waxaan arko u dhahay 1991 ee television kan oo fiirsanay waxaan arko u dhahay hay-ado NGO ya ah oo advertise gareynaya dad gaajo u dhimanayo oo ay leeyihiin waa Soomaaliya ha laga soo gaaro I did not believe in Soomaaliya gaajo loogu dhiman karo because wuxuu yiri dhulkii aan tegay oo barwaaqada ahaa oo guri kasta waxa ku yaalo yiri ama babaaya ku yaalo ama geed liina ku yaalo ama geed camba ku yaalo guriye beerihii iska daaw yiri wali wuxuu yiri Jannaale markaad joognay beeraha oo fruits ee ka baxaan qof kasto loo ogol yahay inuu galo wuxuu raba ka soo cuno laakiin wax ma qaadan kartid markuu xiray wadankii saas ahaa agaajo loogu dhimanaa I could not believe it markaa waxaan ku mar dhamaan ogaado dhahay markii wixii inay run yihiin laakiin isqabta wadan barwaaq ah joogtiina wadankiina ka shaqeysta marka inaan ku dheeraado ma rabo aniga waxa horta aad u mahadsantiin intii meesha ka hadashay waxa kale oo mahad gaar rabaa inaan u celiyo siyaad actually oo runtii barar badan xataa arrimo Soomaaliya dhibaato uga iman karto aan engage gareynay oo asaga connection iskiisa iyo howlanaga la qabtay waxaan aad ugu mahadinaa wasiir Sadiq oo ibaray asaasiyad isku keenay xiray marka siyaad horta aad u mahadsantahay xafladan oo sharafta leh oo qiimo leh soo diyaarisay waxa kale oo aad ugu faraxsanahay ani marka aan arko dumarka Soomaaliyeed marka Soomaaliya waxaan aaminsanahay aniga ma arkin Ilaahay uma tusinin qixi iyo sagaashameed iyo wixii ka dhacay laakiin waxaan ogahay aniga social worker aan ka ahaa 17 years Franklin County Department Job and Families waxaan ka gaaray level oo inaan ka noqdo Deputy Director of Ohio Medicaid Program ka marka social worker marka tahay you interact your problems jiraa kullu waa soo samayn marka waxa ii soo baxday aniga aan aaminsanahay rag badan ila aaminsan yihiin Soomaaliya hadeena dumarkeena ahayn meesha hadda amaan taaganahay ma taaganahay dadkii nala midka ahaa meelaha civil war hadda Haiti fiiri sida loogu dhamaanayo maanta waxaan nasiib lahaalahay sagaashameed waxa la dhihi jiray waxaan nasiib leh qofkii gabar dibadda u joogto marka aniga dumarka waxaan u hayaa respect aad u badan shaqadan meesha ka sii wada waxaan idin sheegaa hadaayti dardaarankii ahaa Minnesota runtii waxa tihiin role models of dadka Soomaalida oo diaspora ha joogo dhan marka fiiris inta qofoodo election soo gashay aniga waxa ku faanaa hadda ilhaan iyo carabta ay yimaadaan maalin walba markay ilhaan hadasho our daughter waxay dhahday ma aragtay ku leeyahay muqta marka waxa ka wada Ohio number fiican aad degan like we don't have this influence ay ku leedahay dawladda ama federal ha noqoto ama state ha noqoto ama local ha noqoto Ohio ma qabno marka horta aad iyo aad u mahadsantihiin
وأنا إذا كسر علينا أنا وحن آمن سنة هاي وضد كمال الله لمشي عن جوجو وحن مثلا أمدى سوماليات وحن إسلامي أمدى سوافي عن تاي بني آدم أنا قلد ما أقدر أكره لكن وحن إسلامي مركز أمدى أوفي عن تاي أن أخر سيدا كلي أن كشقيا شقذس نوأودا أدين كانوا حد كربا إن الناس ودعيسان نتاجرتنا تكلت وحن كل در دارما الدولة كستا والصومالية كجرتو وإنا تاجرتان كدولة the people أو دولة كجرة they come and go like institutions كيس أسيجران وإنا تاجر مرة وربا institutions كجرتان كيس تاجر على سيا مركا وما حسنتهين خير يخير إذن رجعي آدي آدي إن كوكو ما هاد علينا والله عوض emotional نقضي مركي مالها لكن I don't think I deserve all this but مركا الحمد لله خير الله إذا سيو وأنا ما حسنتين.